ايضا مع تيجانا الكره المصريه كابتن اسماعيل يوسف مدير الكره بنادي الزمالك. اللي احنا بنقول النهارده يمكن شابوه كبير جدا ليه طبعا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عمل لقطه رائعه، لقطه يعني تحسب له كرئيس نادي الزمالك وايضا كمنظومه رياضيه في الكره المصريه، وهي تحمل نفقات لاعب اليوبار، نفقات العلاج، وطبعا العمليه الكبيره اللي اجراها امبارح. طبعا معلش دخلت على طول في يا رب تحياتي لسيف، وبقول يعني الف مبروك لجمهور نادي الزمالك. وطبعا اللقطه دي حصلت امبارح، يمكن انا الدكتور ايمن فريد كلمني من المستشفى وقال لي انا هناك والولد ده هيعمل عمليه الفجر، عمليه كبيره جدا ربنا يشفيه يا رب. وفي الحال كلمت المستشار مرتضى وقال لي من غير تفكير طبعا التكاليف على حساب نادي الزمالك، وبلغت المستشفى وبلغت الدكتور. هي رغم ان عارفين اليوبار نادي غني، يعني نادي عنده فلوس ولقطه طبعا تحسب له، طبعا تحسب للمستشار. نادي الزمالك نادي كبير، تحسب لمصر كلها، مصر كلها نادي كبير وبيدير مؤسسه كبيره المستشار مرتضى. فطبعا اقل حاجه نعملها لفته تعاطف مع الولد، واحنا كلنا ان شاء الله قبل المعسكر بكره هنفوت عليه نشوفه. حازم، كابتن حازم راح النهارده، حازم امام راح وطمن عليه، باسم رايح برضه دلوقتي، كلنا هنعدي عليه بكره قبل المعسكر ان شاء الله نطمن عليه. اسماعيل يعني طمنا، يعني الحديث دلوقتي لا يعلو الا على حديث الصفقات، مين مضى هنا مين مضى هنا، مين رغبته يلعب في الاهلي مين رغبته يلعب في الزمالك. احمد الشيخ كان ماضي هيروح الاهلي، كهربا، يعني طمنا اللي بيدور في جدران نادي الزمالك، واهم الصفقات اللي تم حسمها بالفعل. اهم الصفقات بالنسبه لنا بعد بكره، بعد بكره يعني بعد بكره مباراه الجيش. انا كجهاز فني احنا مركزين تركيز كامل في انهاء الدوري بصوره زي ما بدانا، بصوره محترمه ننهيه بصوره برضو محترمه، ونحقق احلام جمهور نادي الزمالك. فانا بالنسبه لي اثق ثقه عمياء في مجلس الاداره بالكامل والمستشار مرتضى بالكامل، فالجزء ده يتحمله بنسبه كبيره معايا انا من خارج الكواليس بعض الشيء. انما لما هنيجي نتكلم لا، احنا مركزين، محدش فينا هيقدر يتكلم على صفقات او مين جاي مين ماشي الا بعد نهايه الدوري العمودي، يعني عهد احنا واخدينه كجهاز فني واداري في الجزئيه ديت، لان احنا لعيبه معانا ويحترم يا كابتن، معانا لعيبه كبيره ولعيبه محترمه ادت موسم ان شاء الله تنهيه على احسن ما يرام ان شاء الله باذن الله، يعني نحقق جمهور حلم جمهور نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. كابتن اسماعيل، انا دخلت نادي الزمالك ما عرفتوش للامانه، اتغير. انتوا كلعيبه اكيد الحاجات دي بتنطبع عليكم او يعني ليها مردود عليكم، لان بقى في قعدات، بقى اللعيبه تجيب زوجاتهم واولادهم، بقت في قعده اسريه اكتر من الاول. الاول ما كان كل واحد بيجي التمرين ربع ساعه ويمشي، لا بقى في قعدات وبقينا نقعد مع بعض اكتر كجهاز فني وكجهاز اداري وكلاعبين. طبعا من اللي حصل تطوير الهائل في المنشآت داخل نادي الزمالك، طبعا يحسب لمجلس الإدارة ويحسب منهم رحاب قاعد جنبي دلوقتي ومنهم كل الناس يعني، وهاني زادة ومستشار أحمد جلال ومصطفى العماري وشريف منير وأحمد مرتضى وكل الناس اللي موجودة بنشكر امير وامير طبعا امير على راسهم طبعا مستشارنا مستشار مرتضى طبعا. حاجه جميله وشيء مشرف وحاجه رائعه، وهو ده نادي الزمالك في تطوير يعني اكتر يعني بالزبط. احنا القصه دي في خلال سنه بنت الطفل. نادي الزمالك يعني برضو ايه بيجني ثمار اللي فات علينا من حاجات وديون متراكمه وبتاع. فخلي بالك ان احنا يعني المجلس بيصارع الزمن في ان هو يسدد اللي علينا ويبني ويجيب لعيبه، والموضوع مش موضوع كره بس، الموضوع موضوع لا دي فرقه هاندبول اعيدت بالكامل والباسكت والطايره، يعني في جميع الافرع في تحركات. اعتقد بعد سنتين بعد ما كل الديون اللي علينا تتسدد اللي المجلس ده ملوش ذنب فيها والامور تبقى ماشيه، اعتقد ان هيبقى في طفره اكتر من كده. يعني معانا كابتن سيف طبعا، عايزين بس نشاركه في الحوار، ومعانا تيجانا ما بتبقاش معانا كتير، ففرصه معانا مع الهواء مباشره من تدريب نادي الزمالك قبل مباراه الجيش الهامه اللي فيها الزمالك محتاج نقطه ليتوج بطلا للدوري المصري بعد غياب حوالي 10 سنين. كابتن سيف لو ليك اي استفسارات من كابتن اسماعيل. احنا بس الجمهور ليه استفسار طبعا، مش عايزين نروح ناحيه الصفقات دلوقتي، والزمالك طبعا
يعني بستعد للقاء مهم جدا، ولكن الامور مش واضحه، مين صاحب الصفقات؟ هل المدير الفني فيريرا؟ هل مجلس الاداره؟ هل الكابتن اسماعيل يوسف؟ يعني مين اللي بيحدد المستبعدين، ومين اللي بيحدد الصفقات الجديده، وهل الراجل مكمل ولا لا؟ يعني تحيات طبعا كابتن سيف في الاستوديو. يعني حبينا نفتح حوار طبعا مع كابتن اسماعيل يوسف. طبعا بيكلم سيف، مش عايزين نتكلم مين اللي جاي في الصفقات، لكن مين اللي بيحدد الصفقات؟ هل هو المدير الفني؟ هل هو رئيس النادي؟ هل هو الكابتن اسماعيل؟ هل في لجنه؟ هل في يعني مين اللي بيحدد الصفقات اللي هتيجي نادي الزمالك؟ مجموعه من العناصر دي. يعني في جزء كبير من الراجل، احنا انا عن طريق يعني مكالمات كتير معاه وقعداتي معاه عرفت احتياجاته. و ده معنى كده ان هو قاعد في نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله مكمل ان شاء الله باذن الله. يعني فيريرا مكمل في نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. تمام. طبعا ده قرار مجلس اداره، وما يقعد مع الراجل بعد الدوري ان شاء الله. وفي جزء طبعا احتياجاتنا احنا عارفين احنا خلال الفتره اللي فاتت قبل ما يجي الراجل. طبعا الجهاز الفني والاداري انتوا كنتوا شغالين كده كده عارفين احتياجات نادي الزمالك، ورفعناها طبعا للمستشار مرتضى. وعلى هذا الاساس كان في تحركات من مجلس الاداره. ما حطش عينه على حد معين، يعني هو بقى له سنه دلوقتي في الدوري المصري. لا في حاجات طبعا، في لعيب عارفها، طلب لعيب، في لعيب، في لعيب عارفها طبعا، يعني محمد سالم ده هو عارفه، طلب عارفها، ما تجرجرنيش في الكلام، انما في لعيبه هو عارف طبعا لعيبه، وفي حاجات هو محددها بالاسم طبعا. لكن فييرا باقي في نادي ان شاء الله باذن الله. ولا في جلسه لسه؟ لا ما في قاعده مع المستشار بقى على هتحسم موجود ولا مش موجود. لا على تفاصيل البنود، على تفاصيل البنود لكن مش على تفصيل ان هو موجود ولا مش موجود. اذا فييرا مديرا فنيا لنادي الزمالك يعني في الموسم القادم بقى حسب ما انتم تحددوا. الجماهير، وكان في كلام كتير ان الجماهير هتحضر التمرين وما حضرتش التمرين، هل في تنسيق في الكلام ده؟ في تنسيق، لان احنا ان شاء الله يعني الجمهور هيبقى موجود يوم الخميس ان شاء الله باذن الله. يعني نادي الزمالك خلي الامور ماشيه عاديه الى ان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونحسم الدرع. يعني مش عايزين نحتفل قبل، لكن الجمهور طبعا فوق دماغنا، ونتمنى ان يكون موجود على طول، والامور في تنسيق بيننا وبينهم في الجزئيه دي. يعني الجمهور هيحضر بعد المباراه ان شاء الله باذن الله. في تخوف وفي تخوف؟ لا لا لا، احنا يعني خلي الامور عاديه. هو الراجل يعني وجهه نظره سليمه ان احنا تمرينه وفي تركيز في المباراه، لازم ندي المباراه اهميتها، وده طبيعي. ثلاث نقاط، بنلعب فرقه محترمه الكرة. جدا الكوره بنلعب فرقه محترمه جدا الجيش، برغم غياب كابتن طلعت واستقالته، لكن الموجودين احنا بنقدرهم وبنحترمهم، ولازم نحترم فرقه الجيش. وعلى اساس ان شاء الله ثلاث نقاط بالنسبه لنا مهمين جدا. ماتش في الدفاع الجوي ولا في بيتروسبورغ؟ احنا حتى هذه اللحظه قالوا لنا في الدفاع الجوي. الدفاع الجوي بس ممكن يكون في تغيير من جانبنا، لان احنا بره الموضوع ده، مش ملعبنا. ملعب الجيش هو اللي هيقول لنا. ايمن حفني موجود ان شاء الله، سليم الحمد لله، مفيش حاجه. لا مفيش، امبارح قلع التيشيرت وانذار، كان عليه ضغوط الفتره اللي فاتت، ان طلع بعض الاشاعات ان عنده مرض مزمن وتعبان وكده، لكن هو سليم الحمد لله وان شاء الله متواجد. كلمت معاه؟ كلمت معاه طبعا. هو ايمن من اللعيبه الهاديه جدا المحترمه جدا، اللي يعني صعب ان انت تحدد انفعالاته، فكونه انه انفعل امبارح دي طبعا دليل ان هو مر بضغوط الاسبوع اللي فات كانت قاسيه عليه. البعض الاشاعات ان هي عنده مرض مزمن، واللي يقول في الحوض واللي يقول في بطنه. لا الحمد لله رب العالمين ايمن كويس، وعملنا التحليل، التحليل معايا جوه سليم 100%. احمد عيد قاعد ولا ماشي؟ ربنا سهل، احنا لسه ما حددناش مين اللي قاعد ومين اللي ماشي. يعني احمد من اللعيبه الكبار اللي موجودين عندنا، وليه دور كان مؤثر السنه دي. انما ده قاعد ده ماشي في علم الغيب، ما نعرفش، وممكن احنا قاعدين ولا ماشيين. ما برضو والله نسيت اقول برضو الدكتور حازم ياسين، لان له دور معانا يعني في وسط مجلس الاداره طبعا. دايما كده كابتن اسماعيل، وبالتوفيق وتصدرك، ومبروك تصدرك الكونفدراليه 9 نقاط لاول مره من زمن بعيد جدا. الزمالك بيفوز 3 مباريات ومباشره بيحصل على 9 نقاط، ويمكن يعتبر من اول ان شاء الله المتاهلين مع النادي الاهلي لدور الاربعه ان شاء الله. انا بحيي لعيبتي وبشكرهم جدا على الجهد، الموسم كان طويل عليهم وهم فعلا ابطال جميعا بدون استثناء. وبحيي مجلس اداره، وبحيي رئيس النادي بتاعنا الجميل، وربنا ان شاء الله يوفق ونجني ثمار الموسم ده، لان احنا حتى هذه اللحظه يعني لسه ما جنناش حاجه. يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله. توفيق يا كابتن اسماعيل، والف شكر. نورت ربنا. شكرا ليك.